الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وسيد ساداتنا محمد ابن عبد الله. أما بعد، الشكر كل الشكر للإخوة الغائمين على هذا الأمر الجيد، على هذه الدعوة، على هذا الضوء الذي اختفى كثيرا في هذه الفترات، واختفى في السودان بالذات. يعني عندي سؤالين دار اوجهه للشيخ، شيخ البقرة ده. جدا. السؤال الاول، اختلافك مع شيخك ومدرسك محمد مصطفى عبد القادر، انت ومزمل الفقيري وابو بكر اداب. السؤال الثاني، فتوى وزير الارشاد والاوقاف، وزير الارشاد والاوقاف هنا المسيحيين على أعياد الميلاد، ومعروف أن الميلاد يعني يعتقدون أن الله ثالث ثلاث وأن عيسى ابن الله. وزير الأرشاد يهني المسيحيين على دينهم أو على عيدهم. إذا كان وزير الأرشاد ولا وغاف يهني، إذن برسان الرئيس وهو عضو مجزأ من الرئيس أو من رئاسة الدولة. ومن المعلوم أن أنصار السنة المحمدية بدعوا لعدم الخروج على الحاكم، عدم الخروج على الحاكم، وقلنا وزير الإرشاد والأوقاف جزء من الحاكم. والآن يهني المسيحيين بأعياد الميلاد، ونرجو الرد من فضيلة الشيخ، وشكرا جزيلا لكم. طيب، بالنسبة للأول، الاختلاف ده بالمناسبة دليل على قوة المنهج، وأننا لا نعلق الناس بأشخاص. كون زول أنت كنت بتدرس معه وخالف المنهج الصحيح القائم على الكتاب والسنة بفهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أجاوبك ولا في شيء ثاني؟ أي ممكن. أي طب يلا. طبعا الاختلاف ما اختلفوا في نقطة معينة ومشوا. الآن محمد مصطفى عبد القادر مسمي الثلاثة ديل أو الرؤساء ديل بتاعنا العصا، مسمينه العصبجية، العصبجية، وهم طلاب درسوا في يده، وهم بيقولوا دجال الفتحاب. الآن على اليوتيوب متواجدة يعني الإساءات، معروف إنه زول علمك حرف تاني ما فرض تسيله بالطريقة دي، وشكرا. طيب، الجواب على السؤالين، بالنسبة للأول كما أسلفت، هذا دليل على قوة هذا المنهج، وأن هذا المنهج مبني على الكتاب والسنة بفهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في سنن أبي داود وفي الترمذي حديث صحيح من رواية العرباض بن ساري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يئش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إلى آخر الحديث. محمد مصطفى عبد القادر كنا بندرس معاه وبنمشي له ونحضر خطبه ونحترمه جدا، وكان بيناتنا مودة وبندافع عنه، ده لأنه يدعو إلى التوحيد وإلى السنة ويحارب الشرك والمشركين وأهل البدع. بعد ذاك أفتى بفتاوى خالف فيها المنهج الصحيح، جاءت المناصحة من أخواننا ديل الزكرون، شيخ مزمل عوض فقيري وشيخ أبو بكر آداب وغيرهم من أخواننا ديل، ناصحوه في المسألة دي إنه يا أخي دي مخالفة، كونه تقول الصحابة اقتتلوا في السلطة دي مخالفة للنصوص ومخالفة للواقع، لأن النصوص الله أثنى على الصحابة وإنهم تركوا الدنيا، ما ممكن يتكاتلوا في الدنيا. فقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا خلوا بيوت وأموال عشان الدين، ما ممكن يجوا تاني يتكاتلوا عشان شنو؟ الدين. والله قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لما ناصحوه أبى يرجع وأصر على رأيي، في النهاية تركوه لله تعالى لأنه خالف
في المسألة دي وتركوا نحسبهم لله تعالى، تركوا المشي معه. بعد ذاك الألفاظ البيناتهم دي قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إلا من ظلم، زو ظلموه شتموه بجوز لي يرد الشتيمة دي في حدود الشرع، والأفضل أن يصبر، لكن لو رد ولو فيها مصلحة شرعية يرد الحق. لأن نوح عليه السلام لما قالوا إنا لنراك في ضلال مبين قال: يا قوم ليس بي ضلالة، إلى آخر الآيات. فدي المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة الوزير والوزير وغيره. أنت أسلفت وبينت أول شيء مسألة أنصار السنة دي، إحنا ما تابعين لأنصار السنة، أفهم الكلام. صار السنة دي ما تابعين لهم، ولا بنقول للشباب أبقوا معادل ولا معادل، أبقوا مع الكتاب والسنة، ده في نهاية المطاف. وأنصار السنة أفضل من الصوفية دي، ولا في مقارنة بيناتهم، ده اللي بيدعوا للتوحيد أنصار السنة، وده اللي بيدعوا للشرك بالله تعالى، فما في مقارنة أصلا بيناتهم. أما في بيننا وبينهم بعض المناقشات وبعض الخلافات وبيناها ولله الحمد، دي ما فيها اثنين ثلاثة. لما ندعو ناس لأنصار سنة ولا لصوفية ولا لجماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب أو طائفة من الطوائف المنحرفة، ندعون إلى الكتاب والسنة. وقبل بينا الكلام ده من غير شنو، من غير ما يحتاج لسؤال، أبقى مع الحق. وأخونا أحمد ذكر أدلة في الموضوع ده: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هاي تذكرت مسألة ونسبتها لأنصار السنة، وأصلا المسألة دي قال بها الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هي عدم الخروج، عدم الخروج على الحكام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن بنقول ما لحكومتنا دي بس، لدي ولو بكرة جات غيره من المسلمين، ودينا عندنا مسلمين بنقول لهم، ولو جات بعد بكرة غيره، ولو جو ناس عزبونا نحن بنقول الحديث ده، لأنه ده دين ما بتغير بشنو، بفلان أو علان من الناس، وده موضوع منتهي منه. أما الوزير وما الوزير، احتفل وما احتفل ودعا بالاحتفال وما دعا بالاحتفال، نحن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في مسنة الإمام أحمد وفي السنة لابن أبي عاصم من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية. رسول يقول لنا ما تناصحوا في الملأ، نحن نجي نركب راسنا نقول لا رجال ابن ناصحوا، قال فلا يبده علانية وليأخذ بيده وليخلو به وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. أما مسألة تهنئة وكذا ده حكم شرعي نبينه، أما بجوز تهنئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذا الكلام من باب الخبر والذم لا من باب المدح، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، الرواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لا تتبع في صحيح مسلم، لا تتبعن وفي البخاري، لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي رواية فيها مقال: حذو القذة بالقذة، دي خليها لأنه فيها مقال، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قلنا اليهود والنصارى، قال فمن، قالوا لو اليهود والنصارى، قلنا فمن، قال فمن. فلذلك انت عارف انه ما بجوز تتابع اليهود ولا النصارى، بل الواجب تجانب وتبتعد منهم وتتبرأ منهم، ومن اعياد ومن غيره، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ده الجواب على السؤال، ما بتحرجنا المسائل دي، فاهمين ما بتحرجنا. ثاني لو عندك خمسه اسئله ممكن، خمسه، عشره، 15، مع انه سهرنا لكن برضه مستعدين إن شاء الله تعالى. في تعليق شتيمة نبذ برضو مستعدين، ما في شيء، أنا دارين الخير للناس. أنا قايل ما في تعليق ثاني، عرفت المسألة دي؟ هذا كل الجواب عليها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على حسن السماع.